طوابير تمتد على مد البصر، وساعات من الانتظار يقضيها النازحون في مدينة رفح جنوب غزة أمام محطات الوقود للظفر باسطوانة غاز بعد دخول كميات محدودة منها إلى القطاع ضمن اتفاق الهدنة المؤقتة. أول ما بدت الهدنة من امبارح الساعة 7 للحين وإحنا هنا ناطرين الغاز منتظرينه. للأسف الشديد يعني فوجئنا بإجابة صاحب الطرمبة أنه بقول لك، أو صاحب المحطة أنه بقول لك فيش غاز، وبحجة كلام أنه يعني 65 شيكل اللي عرضتها الحكومة له أنه بيبيع ويلتزم بها لم تناسبه هذا السعر. طب إحنا إيش دخلنا؟ ويكافح سكان غزة من أجل البقاء على قيد الحياة في ظل حصار المياه والغذاء والوقود والكهرباء. سمعنا أنه خش 85 طن، فالناس قاعدة تتأمل، كل الناس اللي أنت شايفها هذه قاعدة بتتأمل أنه يكون في غاز عشان تسهل حياتنا. الطوابير هذه تنسحب أيضاً على الطحين وغيره من الاحتياجات الغذائية الضرورية، فمنذ بدء سريان الهدنة تدفقت شاحنات المساعدات الغذائية والطبية والوقود وغاز الطهي إلى جنوب قطاع غزة، وبموجب الاتفاق يسمح بإدخال 4 صهاريج وقود و4 شاحنات من غاز البوتان يومياً عبر رفح خلال فترة وقف إطلاق النار. وفي الظروف الطبيعية كان متوسط حاجة القطاع من السلع يقدر ب500 شاحنة يومياً بجانب الحاجة اليومية إلى 400,000 لتر من الوقود. وقد يبدو جنوب القطاع أفضل من شماله، إذ اشتكى الهلال الأحمر الفلسطيني من صعوبات تواجه إيصال المساعدات للمناطق الشمالية من جراء تدمير البنية التحتية هناك، على الرغم من إعلانه إدخال 61 شاحنة إلى المنطقة ضمن أكبر قافلة مساعدات تدخل شمالي القطاع منذ 50 يوماً.